يسعد لي صباحك. شو هالفطور الرايق؟ صباح الخير يا ابني البطل، صباح الخير يا عيوني. انت كنت نملك شوي تانية مبارح، تأخرت بالرجعة يا روحي. ايش بعت نوم يا مو؟ ليك شو بدي قلك، بعد ما نخلص من عرس اختك ولبكته عريسنا رح يريحك شوي. ايه امي انتي قلتي يا عريس تركيه تهناله شوي. ابني معقول هالحكي؟ إلك 10 أيام عم تشتغل ليل نهار، خليه هو يشيل عنك. مجد بالله عن جد ما تسرحت، شو هالحكي هاد؟ وليش ما بدون يسرحوك؟ لك شو عم تخبص انت؟ معقول هيك تزعل اختها؟ اه اخي شو بو مجد شو ما دخلني مساك انت حاكيها تصطفلو. شو عملت كمان؟ شو عملت لحتى ما سرحوك؟ الو مجد عروستنا. لك هي عملة بتنعمل اخي، نشفت اللي دخيل دمي دخيلها الصباح. عن جد انك غليظ. دخيلها الوش يا روح اخوكي يا غليظ. هاتي تليفوني هاتي. صباح الخير يا احلى ام بكل الدنيا. بنتي الحلوة انتي، هلأ انتي عروس، معقولة تنامي كل هالوقت؟ يا أهلين وسهلين، فوتوا فوتوا، هاتي عنك. شيل عني هدول. فاقوا ما هيك؟ ايه فاقوا اختي، تفضل. ايه حياتي، ايه شفتها، شاركتها. شو خالي ماني معبي عيني؟ صباح الخير خالو. صباح الخير. صباح الخير يا روحي. اجلي رسلي هاتي لشوف مشي الحال. جبتيه؟ لحظة وقفي رح فرجيكي عليهم. هدول ما هيك؟ فرجي بنتي. انا قلت لك خياطة مكنة، شلون بدنا نخيطهم قطعة قطعة؟ ما رح يلحقوا لبكرة. طيب اشرب كاسة شاي وبروح ببدل لك اياهم فورا. وقفي وقفي لك بدك شي لك معي كمان. رح تروح بدون ما تاكل لقمة، تعا فطار بالاول. عثمان جاي على الموقف مشان الحسابات، ما بدي اتاخر عليه. طيب لحظة استنى شوي. خلص الفستان جربتي شي؟ امبارح المساء امي خلصته امينه وطلعت ياخذ العقل. برافو. هلا بعد الفطور بتلبسي بدنا نستنى لبعد الفطور. ليكي هالصوره حلوه كتير، صوره العريس وصوره العروس وبتجيبوا بيبي صغير كمان. كتير حلوه. حلو كتير. ايه عن جد من وين جاي؟ رح يطير عقلك بهذا اساسا. تفرجي تفرجي. شو هاد ست الكل؟ كنت واعي فاتي انه لما يتسرح رح ساوي له اياهم، بقى اخذهم معك وكلهم. بس انا غرت ليكون عندك علم. لا ايه وليش بقى؟ ايه انا خدمت 10 شهور قوات خاصه، لك حتى وزير الدفاع كرمني وما طلعت هيك صينيه من هالبيت على شرف تسريحي. لك ابنك كله شافت عسكري، ما حرزك الا الصينيه. لو انت كمان خدمت مثل اخوك وما تركت امك كامشه اللطيفيه ليل نهار، كنت بعمل لك يا روحي. خلينا ياك يرضى عليك. أخي أمتى رح تنزل طيارة مجد؟ على 10 بتنزل وعلى 11 تقريبا منكون بالبيت. استودعناكم. أنا طالعة ورا أخوكم على الباب بلشوف. الله معك. شو كنت بدي أقول لهم؟ مو معقول حلو شوي. شو بحاول أدور عليك؟ أحلى عمي مراد والله. صباح الخير، كيفك علي رضا؟ الله يسعدك. خذ هدول بتفطر فيهم أنت وعمي حسن والشباب. كتر خيرك، سلم إيديك على راسي. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك علي رضا. أخي ظافر صباح النور. صباح الخير علي رضا. أحلى عبده طمني كيف كان الشغل. الله يزيد ويبارك اخي، الشغل كان كتير منيح. ايه بعد ما خلصت شغل غسلت السياره صارت مثل الفل. حلو. ايه اخي البركه ريحتها عبت الحاره. رقيه خالو معاملتها وكسبت ثواب فينا. ايه خوز ناول لك وحده. بصراحه انا شبعان بس هدول ما بينحلوا. بعرف يا اخي بركه انت من يوم يومك شبعان اللي ما بيحبها يبلاب خالد. يسلموا اخي. صحتين وهنا. ايه يلا حبيباتي بنشوف ردوا لي هالاغراض لشوف. الله يرضى عليكم ما تتركوهم هيك، خذوا لي هالطاولات والكراسي وحطوهم تحت الشجرة. امرك عمي حسن. عمي حسن يسعد صباحك. اهلين يا ابني، صباح الخيرات. اهلين فيك. فاتح مسك هدول من الوالدة. كنت عم افكر انه نعمل خيمة بس الظاهر انه ما في داعي لها. الطقس حلو عين الله عليه، بلا ما نزيع الشجرات. خير عمي حسن. واحد من الكبارية رح يعمل عزيمة اكل لأهل الحارة على روح الفقراء والمساكين، وعم نعمل التحضيرات. نعرفه شيء من الحارة؟ لا هو معرفة قديمة من أيام الشباب من السجن. الريس يحيى بعت سلامه من البلد. أخي بعت أولاد أخته 2 وقال إنه رح يأسس للشغل باسطنبول. شو يحيى ما سمع انه نحن تركنا هالشغل؟ سمع
بس ما صدق معلم. خبر رفقي ونبه علي ما يحطهم بمكان ينغدروا فيه. أمرك معلم. أيمتى جاي طيارة خالدة؟